قمر، بتعرفي قديش حلمت بهي اللحظة؟ بتعرفي قديش حفظت كلام لحتى اقول لك اياه؟ ولما التقيت فيكي كل شيء راح من راسي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني انت هيك فجأة رحت واختفيت وما عاد حدا سمع عنك شيء من سنين. هلا جاي تقول انك حلمت بهيك لحظة؟ معك حق ما تصدقي، لأنه أنت ما بتعرفي شو صار معي لحتى قررت أختفي وسافر. خير إن شاء الله بالإذن. بهديك الليلة لما قررت إنه روح لعند أبوكي وأطلب إيدك، أبوكي هاني وقلعني من المحل، وأنا كرامتي عزت علي كتير بعد ما صغرني. لكن لأني فقير، والفقير واللي ضعيف حسه مخفي. وقتها هجيت من كل البلد وتغربت وتعذبت كتير لصار معي شوية مصاري لحتى أدرس فيهم. ومع هيك كنت كل أسبوع أبعث لك رسالة بس ولا مرة رديتي علي. كل هاد كرمال ما يجي يوم أحس حالي صغير قدامك يا عمر. دخيلك خليني انزل على السوق، لاني كل ما عم بقعد لحالي هون عم فكر بالموت. اهلين يا بنتي. ليش ما قايل لي انه راضي بزمانات وطالب ايدي منك؟ ليش خبيت علي المكاتب اللي كان يبعتهم هو مسافر؟ انتي شو ذكرك بهالقصة؟ جاوبني، ليش هيك عملتوا معي؟ بنتي شبي، شو صاير معك؟ هلا بعد كل هالسنين جاي تسألي هالسؤال؟ هلا عم بتقلي سنين؟ ايه أنا بعد كل هالسنين وهلا بدي أسأل. أنت بتعرف شلون عشت هالسنين؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ بتعرف لو ما خبيت علي هدول المكاتيب كنت هلا عايشة مع واحد رايدني اللي لحالي